كنا اشتغلنا مع بعض لسون 1 من ملخصات الوزارة، نكمل النهاردة لسون 2 et لسون 3 séance 5e primaire. Résumé de لسون 2. Le sol affecte la croissance des plantes. Les plantes qui poussent dans le sol sont meilleures que les plantes qui ne poussent pas dans le sol en termes de qualité. التربة بتؤثر في نمو النبات. النباتات اللي بتنمو في التربة بتكون أفضل من حيث الجودة من النباتات اللي مش بتنمو في التربة. والسبب la raison la présence de nutriments et de minéraux qui améliore la croissance de la plante. La plante fabrique sa propre nourriture English grâce au processus de la photosynthèse. السبب في إن نمو النبات بيكون أفضل في التربة عن براها إنه في معادن ومواد بتوصل من التربة بيحتاجها النبات في النبات. طبعا دي مش بتكون متوفرة لو هو بره الصال. لا فوتوسنتيز، النبات بيعمل الغذاء بتاعه من خلال عملية الفوتوسنتيز. ايه هي الفوتوسنتيز؟ ان بروسيسوس فيتال كون بلانت في بور فابريكي سا بروبر نوريتور، عملية حيوية بيقوم بيها النبات عشان يصنع غذاء. يبقى احنا عندنا الاتي: او بلس ديوكسيد دو كربون بلس سيل مينيرو بلس لومير دو سوليل. يعني لازم يكون عندي او وديوكسيد دو كربون وسيل مينيرو وضوء الشمس اللي هو لومير دو سوليل. كل دول هيدوني نوريتور اللي هو السكر بلس اكسجين، يبقى هينتج حاجتين. البلانت برودوي حاجتين من خلال الفوتوسنتيز: نوريتور اللي هو السكر او ساعات بنقول عليه جلوكوز، واكسجين. Des exercices. On va travailler des exercices sur leçon 2. Exercice 1 complète. La plante pousse à un rythme lent dans un endroit. النبات بينمو ببطء في مكان إيه؟ مكان مظلم. Un endroit Les graines peuvent pousser sans terre s'il y a point et point et dioxyde de carbone. الحبوب بتنمو أو البذور بتنمو من غير تربة، sans terre أو sans sol. ممكن نقول sans terre أو sans sol، ممكن دي وممكن دي. لو موجود إيه؟ يعني مفيش صل بس موجود إيه بدلها، أو يعني غير الصل موجود أو إيه لوميير دو سول. نمرو 3، لا بلانت بوس بيان دون لو، النبات بينمو أفضل طبعا دون لو صل. La plante fait comme source de son énergie provenant de l'interaction du dioxyde de carbone, de l'eau et de la lumière du soleil. النبات بيعمل إيه؟ نتيجة اتحاد dioxyde de carbone, l'eau et lumière du soleil، بيعمل السكر بتاعه، ده مصدر الطاقة بتاعه، في le sucre comme source d'énergie. Exercice 2, mais vrai ou faux. Numéro 1. La plante a besoin d'eau, d'air et de soleil pour survivre. النبات محتاج للمية والهواء والضوء الشمس عشان يفضل حي. فجست. La longueur de la plante et le nombre de ses feuilles augmentent dans l'obscurité. طول النبات وعدد أوراقه بيزيد في الظلام طبعا فوق، لأنه لازم لوميير. Les plantes peuvent pousser en terre. ممكن النبات ينمو من غير تربة، يعني sans sol. Oui, c'est vrai. اتفقنا، ممكن تير أو sol. Une plante pousse si elle est bien exposée à la lumière. النبات ممكن ينمو لو تعرض للضوء بشكل كويس. جوست. Écris le terme scientifique, le processus par lequel une plante fabrique sa nourriture en utilisant la lumière du soleil. عملية بيقوم بها النبات بيصنع فيها غذائه من خلال ضوء الشمس، فهي طبعا لا فوتوسينثيسيس. Page 3. Choisis la bonne réponse. L'homme et l'animal respirent du gaz, oxygène, dioxyde de carbone, hydrogène, azote. Azote, c'est le nitrogène.
طبعا الانيمال الام ريسبير الاكسجين. تعرفتيل سي ايه اللي هيحصل لو لا بلونت اي او سولي؟ لا بلونت اي او سولي كنا لسه بنقولها فوق هنا اهي، لا بلونت اي او سولي بوس بيان او بوس ميو. لا بلونت بوس ميو. وفي حاجة كمان مهمة، السي في سيران فيرت هيكون لونهم أخضر، الورق بتاع النبات هيصبح لونه أخضر. طيب لا بلانت اي دون لوبسكيريتي، النبات في الضلمة، ايه اللي هيحصل او في الظلام؟ طبعا العكس، وبرده ده قلناه فوق هنا، لو طلعتوا كده شوية تاني في الفاي هتلاقوا ان هي بوس اريتما لا او بوس نبوس بابيان، ممكن نقول نبوس بابيان او اريتما لا، يعني هينمو ببطء شوية. Leçon 3. Résumé de leçon 3. Les feuilles contiennent de la chlorophylle qui lui donne une couleur verte et absorbe la lumière du soleil. النبات الورق اللي بتاعه بيبقى فيه مادة اسمها مادة الكلوروفيل، ومادة الكلوروفيل دي بتعمل حاجتين، أول حاجة هي بتدي اللون الأخضر للورق، وتاني حاجة هي بتمتص ضوء الشمس، فنتيجة امتصاص ضوء الشمس هي بتدي اللون الأخضر للورق، يعني حاجتين مع بعض. Les feuilles absorbent la lumière du soleil et l'air par des ouvertures appelées stomates. في فتحات موجودة في ورقة النبات اسمها stomat، والفتحات دي هي اللي بتمتص ضوء الشمس والهواء. Le phloem, petit tube qui transporte la nourriture des feuilles vers toutes les parties de la plante. الفلوام ده عبارة عن أنابيب صغيرة موجودة بتنقل الغذاء من الورق لكل أجزاء النبات. Les poils absorbants augmente la quantité d'eau et de nutriments absorbés par les racines. Poils absorbants دي اسمها الشعيرات الجذرية، ودي بتبقى عبارة عن شعيرات موجودة في الجذور، بتزود كمية امتصاص الجذور للمية والمعد. Les tiges de la plante ont plusieurs formes. التيج بتاعت البلانت ليها أكتر من شكل، في تيج لينيوز زي الأرض اللي هي بتكون خشبية، تيج فيرتيكال كوم الفلور اللي هي بالطول يعني، تيج جرامبونت كوم لوريزان متسلقة زي العنب، دي كوبركول سون دي تيج كي ستوند سور تير، نباتات الجذور التيج بتاعتها بتكون تحت الأرض زي البطاطس، لي سوتولون ستوند اوريزونتالمون على سيرفاس دو لا تير كوم لا فاز، وزي نبات الفراولة بنسميه سوتولون وده بينمو بشكل اوريزونتال عرضي. تيب دي فاي عرضي. تيب دو فاي عندنا نوعين من أشكال الورق، فاي بلات لارج ورق مسطح وعريض، وفاي تاني مدبب واخد سن كده أو حامي شوية كوم لوبا، وبيبقى فورم ديجوي ديجوي. ليز اكزرسيس كومبليت نيميرو 1. لي فاي de la plante contiennent qui laissent l'air entrer à travers eux. طبعا هي بتحتوي على les stomates. Quoi augmente la quantité d'eau et de nutriments absorbés par la racine اللي هي les poils absorbants، هي اللي بتزود كمية المية ال absorbant كمية المية اللي بيمتصها النبات من خلال الجذور. Parmi les formes de la tige عندنا فورم كتير اللي انتوا عايزينه، ممكن تكتبوا ليناز، ممكن تكتبوا جرام بونت، كم فولي، يعني اي تواء انتوا حابين تكتبوهم هتكتبوهم من اللي احنا عملناه. La plante fabrique sa propre nourriture dans la، النبات بيعمل الغذاء بتاعه طبعا من خلال الورق اللي هو ليفر. الكلوروفيل ابسورب الانرجي دو بيمتص طاقة
الشمس دو سولي او الانرجي دو لوميير دو سولي او لومينوز، يعني ممكن تيجي بكذا شكل. لي فاي دو بان ا اون فورم، الفاي دو بان لسه قايلين حالا ان هي بيكون شكلها مدبب، فهي فورم ديجوي. لراسين ايه الراسين دورها ايه؟ الراسين من ضمن الدور بتاعها حاجتين، اول حاجة هي بتثبت النبات فيكس لا بلونت، وتاني حاجة هي ابسورب، ودي لسه قايلينها ابسورب لو ايه اللي نيوترين. لو مونت اترافير لا تيج دو لا بلانت اترافير، المية بتطلع من خلال التيج للبلانت من خلال الفلوان. الفلوان L'énergie lumineuse du soleil est transformée en énergie dans la photosynthèse. وقت الفوتوسينتاز الطاقة الضوئية اللي امتصها النبات بتتحول لطاقة كيميائية شيميك، وده عشان يكون غذاء النبات. La plante produit du gaz pendant la photosynthèse. لسه كنت بقولها في اللسان اللي قبلها ان البلانت بينتج حاجتين من ضمنها الأكسجين، وده خلال عملية فوتوسينتيز. باج 6 مي فري او فو. نمرو 1 لو فلوان ترانسفير لو دو لا راسين او في، الفلوان بينقل الميه من الجدر للورق، طبعا ده فو لان هو بينقله قلنا او اتوت لي بارتي دو لا بلانت. لي بتيت اوفرتور دون لي في دو لا بلانت كي اد ابسوربي لير سون دي لي بورجون، ما اسمهاش بورجون اسمها ستومات. لي في دو لا بلانت ابسورب لو، الورق بيمتص المية فوق، احنا قلنا ان هو المسؤول عن ابسورب لو ده للرسم. الفلوان ترانسبورت لا نوريتور دي فاي فير لو ريست دو لا بلانت، هي بتنقل الغذاء من الورق لكل اجزاء النبات، فدي جوست طبعا هو ده بقى اللي احنا كنا لسه بنقول عليه. لو فاي دو لا بلانت ابسورب لا لينيير دو سولي نيسيسير بور فورمي سا نوريتور، الورق فعلا بيمتص ضوء الشمس عشان يقدر يكون الغذاء اللي هو بعد كده لاخوته بسنة. اكري لو ترم سيانتيفيك. لو بروسيسوس بار لاكيل اون بلانت فابريك سا نوريتور ان اتيليزون لا لونيير دو سولي، عملية بيتم من خلالها ان النبات بيكون الغذاء باستخدام ضوء الشمس لاخوته سنتيز. numéro 2 les vaisseaux dans la plante qui relie la tige aux feuilles. في حاجة موجودة بتربط في النبات بتربط التيج. les vaisseaux dans la plante qui relie la tige aux feuilles، بتنقل من التيج أو بتربط التيج بالفي. une substance dans les feuilles de la plante qui lui donne la couleur verte. ايه اللي في الفي de la plante في ورق النبات بيدي لون الأخضر للنبات؟ la chlorophyll. le récipient chargé de transporter les aliments des feuilles de la plante vers d'autres parties de la plante، حاجة مسؤولة عن نقل الغذاء من الورق لكل أجزاء النبات، لسه كنا بنقولها. les excroissances ressemblant à des poils à la racine augmente la quantité d'eau et de nutriments absorbés par la plante. زوائد بتشبه الشعيرات أو الشعر متصلة بالجذر بالجذور، وبتزود من كمية المية والمعادن اللي احنا لسه قايلين عليها les poils absorbés. page 7 Choisis la bonne réponse. La tige dans la plante de raisin est. Elle tige fait la plante, l'inab. Ligneuse, verticale, grimpante, tubercule. Taban, il y a grimpante.
La chlorophylle se trouve principalement dans tiges, feuilles, poils absorbants, racines. Le chlorophylle mougoute dans les feuilles, puis l'arbre. Exercice. Choisis de colonne A, ce qui convient avec colonne B. Transport de l'eau et des minéraux à partir du sol à la plante. Min el bien el min turba lil nabet el moya. Les racines numéro 1. Numéro 2 augmente la quantité d'eau et de nutriments absorbés par la plante. بيزود كمية المية والمعادن اللي داخلة للنبات والأبسوربان. Numéro 3, des ouvertures absorbent la lumière du soleil et l'air. فتحات بتمتص ضوء الشمس والهواء للستومات اللي هي موجودة dans les feuilles. J'ai terminé. Bonne chance et au revoir.